السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بدنا ناخد محاضرة جديدة في شابتر 6، بتتكلم عن الابليكيشن لبرنولي ايكويشن. اول هذه التطبيقات لبرنولي ايكويشن اللي حكينا عنها المرة اللي فاتت، انه التوتال اللي بتقول انه التوتال انرجي عند نقطة البداية يساوي التوتال انرجي بير يونت ويت عند نقطة النهاية. التوتال انرجي بير يونت ويت عند نقطة البداية يساوي التوتال انرجي بير يونت ويت عند نقطة النهاية زائد الانرجي لوست بير يونت ويت ناقص الانرجي جين بير يونت ويت، او التوتال هيد عند واحد يساوي التوتال هيد عند اثنين زائد الهيد لوس زائد مجموع الهيد لوسز ناقص الهيد جيفن باي ذا بامب. اول هذه التطبيقات بتكلم عن جهاز او تيوب اسمه بيتوت تيوب، وهو جهاز يستخدم هو عباره عن تيوب يستخدم تو ميجر ذا فيلوسيتي اوف ستريم. ايش يعني velocity of stream؟ يعني مثلا ستريم لاين معين اللي هو عبارة عن اللي حكينا عنهم في شابتر 4، وانا بدي اعرف قديش السرعة. يعني مثلا هنا عندي open channel تمام، والمية متدفقة من اليسار الى اليمين، وانا بدي اعرف السرعة مثلا هنا او هنا او هنا او هنا او هنا او في اي نقطة عبر العمق، مثلا من اجل مثلا اني ارسم ال velocity profile نفترض جدلا. فلازم نعرف السرعة عند اي نقطة، فبنستخدم لمعرفة السرعة البيتوت تيوب، وهو عبارة عن simple L-shaped tube facing into the incoming flow. زي ما حتو شايفين هو عبارة عن تيوب على شكل حرف L بنحط بحيث يواجه ال incoming stream. يعني بنحطش الفتحة هذه تواجه ال incoming stream، بنحطش بالعكس تمام، بنحط بحيث انه يكون بواجه ال incoming stream تمام. والفكرة منه هو عبارة عن قياس زي ما قلنا ال velocity of stream عند نقطة معينة. يعني لو بدنا نقيس السرعة عند البي بحطه عند الليفل تبع بي، بدي اقيس السرعة هنا بحطه عند الليفل هنا، بدي اقيس السرعة تحت بحطه عند الليفل تحت تمام. ايش بيقول لي؟ بيقول لي كل فكرته انه لما السرعة عند الاي، طبعا عند البي احنا من حد بنكون هدفنا ان نعرف سرعة الستريم الاصلي اللي هو عند الاي اللي هي مقدارها يو. بيقول لي لما يجي الستريم لاين هذا او الفلو يجي هنا وضل ماشي، حيواجه حيجي على فتحة التيوب، وبالتالي المية ايش حتصير؟ حتندفع وتطلع شوية وبعدين تستقر. طبعا هي حتستقر بمقدار الكاينتيك انرجي اللي جاي تمام. يعني هو كأنه احنا اللي بيصير انه بتحول الكاينتيك انرجي للبوتنشال لبريشر انرجي وبتستقر الوضع. واحد يقول لي لا كان السرعة عالية وضلت المية ماشية في الانبوب وطلعت من الانبوب برا، بقول له ساعتها الارتفاع تبع الانبوب غير كافي، يعني بزبطش اقيس بالارتفاع هذا السرعة عند النقطة A. لاحظوا انه اللي بحكي لي اياه انه if the velocity of the stream at A is U اللي هي احنا بدنا اياها، اللي هو بدنا نعرف احدد السرعة U. A particle moving from A to the to the mouth of the tube B لعند فتحة التيوب B حتصير سرعتها عند البي اللي هي يو زيرو حتصير سرعتها بزيرو. ليش؟ لانه قلت لكم احنا الميه وهي جايه عند النقطه هذه طبعا في الاول تدخل الميه في الانبوب وبعدين بتستقر. بتستقر معناته السرعه وين؟ معناته السرعه هنا السرعه عند النقطه ما دام استقرت هنا في الانبوب، معناته السرعه هنا بزيرو هنا بزيرو هنا بزيرو هنا بزيرو هنا بزيرو هنا بزيرو. يعني معناته السرعه عند النقطه هذه بي مش هنا، هي عند الفتحه بالضبط، حتكون صفر تمام. فالسرعة اللي كانت عند الـ A مقدارها U صارت عند الـ B اللي هي عند النقطة هذه اللي بسموها stagnation point at the impact hole، بصير سرعتها بصفر. فمقابل انه كان الكاينتيك عند الـ energy مقدارها U تربيع على 2 G اللي هي كانت energy per unit weight او الـ velocity head كانت U تربيع على 2 G وصارت هنا بصفر، ايش مقابل ذلك؟ حيتحول جزء من حيتحول كانتيك energy لزيادة في مين؟ البرشا، لانه البرشا عند الاي يقاس برو في جي في زد، لكن البرشا عند البي لا يقاس برو في جي في زد، يقاس بالضغط اللي هنا اللي هو رو في جي في الارتفاع هذا اللي هو اتش زائد مين زائد زد. فكانه من خلال البيتوت تيوب احنا استطعنا نحول الكاينتيك انرجي الى زياده في البريشر انرجي، وهذه الزياده في البريشر انرجي ممكن قياسها بالارتفاع تمام كما يقاس الضغط الستاتيك بريشر، وبعدين نروح بنطبق برنولي ايكويشن بين ال A وبين النقطة B عشان نحاول نوجد مين ال U كدالة في الارتفاعات اللي هما ال H وال Z. هاي الفكرة العامة. طبعا النقطة B هذه اللي عندها
صار الستريم لاين سرعته بزيرو اللي هو عند سنتر لاين الفتحه تاعت البيتوت تيوب، بنسميها ستاجنيشن بوينت. تمام؟ فلو واحد اجى قال الاستاجنيشن بوينت ايش هي؟ هي عباره عن بوينت في الفلويد ستريم وير ذا فيلوسيتي از ريديوس تو زيرو، يعني هي نقطه في الـ في الـ في الـ في الفلويد ستريم اللي عندها صارت السرعه بصفر، كانت ايه؟ كانت يو، صارت بايش؟ بصفر. طيب كيف بدي احسب انا يو؟ بكل بساطه بروح الان اطبق برنولي ايكويشن بين الاي وبين النقطه بي. تمام؟ ايش حنكتب لما نكتب برنولي ايكويشن؟ حنكتبه بشكل عام، حتقولوا التوتال هيد عند الاي يساوي التوتال هيد عند البي زائد الهيد لوس بين الاي وبين مين؟ البي. صح؟ مش هيك اللي حنكتبه احنا. طيب الان الهيد لوس بين الاي والبي بدنا نروح نعمل فيه حاجه لانه مش معروف هنا، فبدي افترضه انه ايش؟ بزيرو. طبعا مجرد افتراضنا انه هو بصفر واحنا اصلا في لوسز بين الاي والبي حقيقه، واحنا افترضناها انها بصفر، معناته انه السرعه اللي احنا بنجيبها هذه مش الاكتوال فيلوسيتي، هذه ثيوريتيكال فيلوسيتي، بدها شويه تصحيح عشان نحسب السرعه الحقيقيه. يعني نتذكر انه هذه السرعه بدها ايش؟ بدها تصحيح لما نحسبها. ايش سبب التصحيح؟ انه احنا رحنا اهملنا اللوسز بين الاي والبي. التوتال هيد عند الاي مكون من ثلاث اطراف، بي A على جاما زائد في تربيع على 2G زائد A زد A، والتوتال هيد عند البي يساوي بي بي على جاما زائد في تربيع 0 على 2G زائد، يعني أنا لو بكتبها بشكل تفصيلي حكتب بي A على جاما زائد في تربيع A على 2G زائد زد A تساوي بي بي على جاما زائد، أنا بحب أكتبها زي ما هي وبعدين بنشوف إيش كل واحدة ايش بتعني، زائد زد للنقطة بي. زي ما انتم شايفين هنا الاليفيشن للاي والبي متساوي، فهذا بيروح مع حاله، عشان هيك هنا الزد مش واضحة. طيب بي اي على جاما، هذه بي اي ايش تساوي الضغط هنا؟ بنفترضه انه ستاتيك، هو طبعا مش ستاتيك بس احنا تسهيلا كسمبليفيكيشن بنفترض انه الضغط ستاتيك، فبنقول الضغط هنا يساوي الضغط اللي فوق اللي هو صفر زائد رو في جي في مين؟ في زد. اذا حيصير هو ايش؟ رو في جي في زد، تمام، على رو في جي زائد في اي تربيع، في اي هي يو، اذا يو تربيع على 2 جي تساوي بي بي على جاما، الضغط عند البي يساوي الضغط فوق صفر زائد رو في جي في الارتفاع هذا اللي هو اتش زائد مين؟ زد. اذا رو في جي في اتش زائد ايش؟ زد على رو في جي زائد السرعه عند البي، السرعه عند البي قلنا هي سرعه الاستجنيشن بوينت اللي صارت سرعتها بقديش؟ بصفر، اذا هذه زائد ايش؟ زيرو. تمام؟ رو على جي بتروح مع رو على جي، رو على جي بتروح مع رو على جي، بضل يو تربيع مع على 2 جي يساوي اتش زائد زد ناقص زد، يعني تساوي ايش؟ تساوي اتش، وبالتالي يو تساوي قديش؟ تساوي 2 الجذر التربيعي ل 2 في جي في اتش. طيب بمعنى اخر عشان نعرف السرعه عند اليو بدنا نشوف قديش ارتفع الميه في البيتوت تيوب عن سطح الميه في الاوبن تشانل اللي هو الاتش. لو عرفنا الجذر التربيعي ل 2 في جي في اتش بيعطيني الثيوريتيكال فيلوسيتي للستريم لاين اللي كان ماشي عند الاي. زي ما انتم شايفين كل الفكره تاعت البيتوت تيوب انه احنا كانه حولنا من خلال انه عملنا الفتحه هذه تواجه انكمينج ستريم، حولنا الكاينيتيك انرجي لبريشر انرجي يمكن قياسه بالطول، وبعدين من خلال استخدام برنولي ايكويشن استطعنا من خلال الطول هذا اللي بيعبر عن البريشر عند النقطة تحت الاستجنيشن بوينت نقدر نعرف مين السرعة عند النقطة اللي هي U. تمام؟ بكل بساطة هذا اللي احنا بنعمل. طيب الآن لو كان أنا عندي بدنا نعرف سرعة ستريم لاين مش في اوبن تشانل، في أنبوب، والانبوب بتعرفوا انه الضغط هنا مش صفر، يعني هنا مش هذا مش هواء جوي مش اتموسفيريك زي قبل شويه جينا قلنا هنا الضغط يساوي صفر زائد رو في جي في ايش؟ في زد. طيب ايش بقول لي؟ عشان عندي انبوب وانا بدي اعرف السرعه عند النقطه واحد اللي هو الستريم لاين عند النقطه واحد، فرحنا حطينا بيتوت تيوب في الانبوب، طبعا بنكون احنا فارزين له مكان وهذا بيكون حواليه اورنج من المطاط بحيث انه يمنع المي من انها تطلع من هنا لانه المي هنا ماشيه بالضغط. تمام؟ فبقول لي عشان نقدر نحدد سرعه ستريم لاين معين، وهذا موجود الجهاز عندنا في المختبر ممكن تشوفوه. تمام؟ فبقول لي بدنا نستخدم تو تيوبس،
واحد نورمال اللي هو البيزوميتر العادي اللي بنحطش بحيث انه يواجه الانكمينج ستيم، بيزوميتر عادي. ليش هدفه؟ ان اعرف الضغط عند نقطة واحد. قبل شوية ما كانش بيلزم هذا لانه الضغط عند الواحد كان صفر زائد رو في جي في اتش، لكن هنا ضغط، هذا انبوب. اذا فانا عشان اعرف الضغط عند النقطة ايه فبنحط تيوب عشان نقدر نقول الضغط عند النقطة ايه يساوي صفر زائد رو في جي في مين؟ في اتش. والانبوب الثاني اللي هو البيتوت تيوب اللي بنحط بحيث يواجه الانكمينج ستريم، اللي بتصير السرعه عنده هنا بصفر، مقابل ذلك بيزيد البريشر في الانبوب عن الضغط الثاني بمقدار اتش 2. الان نروح نطبق بينه الايكويشن بنفس الاليه بين نقطه واحد واثنين، حنيجي نقول بي 1 على جاما زائد يو 1 تربيع على 2 جي زائد زد 1 يساوي بي 2 على جاما زائد يو 2 تربيع على 2 جي زائد زد 2، مع اهمال، مع فرضية انه الهيد لوس بين واحد وبين اثنين ايش ماله يساوي زيرو. تمام، طبعا زد واحد بتروح مع زد واحد، اليو اثنين تربيع ايش قلنا عندها السرعة بتصير بصفر. تمام، بي واحد يساوي ايش؟ يساوي رو في جي في اتش واحد، بي اثنين يساوي رو في جي في اتش اثنين. تمام، عوضنا بهدول الكلام. الان رو في جي بتروح مع رو في جي، رو في جي بتروح مع رو في جي، بناخد اتش 1 عند اتش 2 فبتصير اتش 2 ناقص اتش 1، وبتصير يو 1 تربيع 2 جي يساوي اتش 2 ناقص اتش 1. بعدين بناخد الجذر التربيع بنضرب بناخد الجذر التربيع، فبتطلع السرعة عند النقطة 1 في الـ في الـ في في الأنبوب هذا، وين حطينا البيتوت تيوب. تمام، يساوي 2 في جي في اتش 2 ناقص اتش 1، حيث اتش 2 هو الضغط عند النقطة 2 اللي في البيتوت تيوب عند الاستاجنيشن بوينت، والاتش واحد هو الضغط عند النقطه واحد اللي بنسميه اصطلاحا الستاتيك بريشر، مع انه مش ستاتيك لكن احنا بنسميه ستاتيك بريشر، وهنا استاجنيشن بريشر او ذا بريشر ات ذا امباكت هول. طيب هل هذه اليو هذه يو واحد هل هي الاكتوال فيلوسيتي؟ قلت لكم لا، ثيوريتيكال ناتج عن عده فرضيات. انه احنا افترضنا انه البريشر هنا يحسب خاصه، هنا بنحسبه كانه ستاتيك، افترضنا انه اللوسز بصفر، فبالتالي هذه الثيوريتيكال فيلوسيتي يحتاج لتصحيح بمعامل تصحيح عشان نحول من الثيوريتيكال فيلوسيتي الى اكتوال فيلوسيتي. طيب هل في طريقه اخرى؟ بيقول لي اه، بكل بساطه بدل ما احنا نقيس البريشر هنا لحاله والبريشر هنا لحاله، تمام، انا بدي في النهايه بي 2 ناقص بي 1، فعشان نقيس بي 2 ناقص بي 1 افرض انه الضغط كان عالي والميه طلعت من هنا وهنا، تمام، فايش بقول؟ بنقول انه روح استخدم الفكره اللي شفناها في شابتر 2، انه روح اشبك الانبوب العادي، تمام، يعني هنا بدنا نروح نشبك هذا، تمام، بدي اجيب يوتيوب مانوميتر واشبك الطرف الاولاني بالطرف الاولاني والطرف الثاني بايش؟ بالطرف الثاني. طبعا هنا بيكون في عندي مانومتريك فلويد قبل ما ينشبك بيكون في نفس المستوى، بعد ما ينشبك بيصير هذا عالي شويه. ليش؟ لانه الضغط من هنا اكبر، وهذا ايش بيصير هنا، تمام، وهذا عباره عن ايش؟ المانومتريك فلويد. اذا بدنا نستخدم عشان نحدد المره هذه بدي استخدم مين؟ استخدم الديفرنشال يوتيوب مانوميتر تو ميجر ذا بريشر ديفرنس بتوين 1 و2. طبعا هنا ايش بقولي؟ بقولي اوجد في. بكل بساطه حنيجي نوجد في بنفس القانون السابق، يعني حنصل هنا ل اتش 1 زي هيك يعني، تمام، لكن ايش حيصير؟ حيصير انه حنقول هنا بي 1 هي اللي بضغط على رو في جي زائد يو 1 تربيع على 2 في جي يساوي بي 2 على رو في جي زائد صفر، لانه في 2 تربيع على 2 جي بصفر، وبالتالي هذا ايش معناته؟ انه يو 1 تربيع على 2 جي يساوي بي 2 ناقص بي 1 على رو في جي. بكل بساطه الان مطلوب منا اوجد بي 1، هذه النقطه 1 بس قربنا شويه، وهذه بي ايش؟ بي 2. مطلوب اوجد بي 1 ناقص بي 2 من خلال ايش؟ قراءه المانوميتر هذه، تمام، هنا الفلويد كثافته رو والمانوميتر كثافته ايش؟ رو مانوميتر، واحنا اخذنا القراءة هذه خلينا نسميها مثلا اتش، فاحنا بدنا نوجد بي 2 ناقص بي 1، بي 2 ناقص بي 1، فبنضلنا ماشيين من 1 ل 2 بالاب داون ميثود لغاية ما اصل للنقطة 2. فلو افترضنا هذا الارتفاع من هنا للنقطة هذه اسمه مثلا زد، تمام، وبنقدر نرتفع. الآن بي واحد
بدنا نطلع عشان بوصل لوين؟ مش لهنا، بدي اطلع لغاية ما اصل لهنا عشان اقدر انقل. بي واحد بدي اطلع، اذا سالب رو في جي، اي فلويد، الفلويد رو في جي، بدي اصل، ضل طالع لما اصل هنا. رو في جي في مين؟ في زد زائد اتش، تمام، يساوي الضغط هنا. بدي انزل، اذا زائد رو مانوميتر في جي في مين؟ في اتش، تمام. بدي اروح هنا، هذا الضغط يساوي هنا وهذا يساوي هنا. بدي انزل، اذا زائد ايش؟ رو العادية في جي في المسافة تبعت النزول اللي هي ايش؟ في زد، تمام، يساوي مين؟ يساوي بي اتنين، تمام. عندي موجب رو في جي في زد، وعندي سالب رو في جي في ايش؟ في زد. فهذه بتروح مع هذه كلها، وانا بدي بي اتنين ناقص بي واحد، فباخد بي واحد بحطه هناك. اذا بي اتنين ناقص بي واحد يساوي رو مانوميتر في جي في اتش ناقص رو في جي في اتش، وتساوي كنا ناخد عامل مشترك جي في اتش عامل مشترك، تمام، جي في اتش عامل مشترك، ونقول ايش؟ رو مانوميتر ناقص رو، وهذه هذه القيمة ناخدها في المعادلة فوق، وبنقول يو واحد تربيع على 2 جي، يو واحد تربيع على 2 جي يساوي جي في اتش في رو مانوميتر ناقص رو، تمام، يساوي جي في اتش في رو مانوميتر ناقص رو على ايش؟ على رو في جي. طبعا ممكن نضرب الان، نضرب في 2 جي وناخد ناخد الجذر التربيعي، فبتصفي الجي مع الجي بتروح، بضل 2 الجي مع الجي بتروح، بضل التفاصيل الثانية بناخد بس الجذر التربيعي. فعشان نطلع قيمة السرعة بدي أعرف رو الموجودة في الديفرنشال يوتيوب مانوميتر، وبعرف رو للفلويد الأصلي، وبعرف قراءة المانوميتر اللي هي إيش؟ قراءة اللي هي سميناها مانوميتر ريدنج الأتش. فهذه طريقة تانية لمعرفة، إذا إما بحط هنا يوتيوب بيزوميتر عادي عشان أعرف الضغط عند النقطة الأصلية، ويوتيوب مانوميتر عشان أعرف الضغط عند الاستاجنيشن بوينت لحالهم، أو ممكن أنا في النهاية بدي بي 2 ناقص بي 1، فممكن نشبكهم من خلال ديفرنشال يوتيوب مانوميتر. ممكن بدل ما نشبكهم ممكن هنا نحط ساعة ضغط وهنا ساعة ضغط، نحط هنا بريشر ترانسديوسر مجس في في دافرام بحيث انه يقيس فرق الضغط بشكل الكتروني. فعدة طرق ممكن احنا نستخدمها في هذا المسألة. الطريقة الثالثة في الباي بيقول لي روح استخدم حاجة اسمها كومبايند بيتوتستاتيك تيوب. بيقول لي هذا تيوب عبارة عن ايش؟ عن 2 في 1، موجود في تيوب داخلي هي احنا شايفينه، وفي تيوب خارجي هي. ايش بقول؟ in which the inner tube is used to measure the impact pressure. يعني هذا التيوب هو هذا الداخلي، شايفين الفيلوسيتي جاي، وهذا بيواجه الانكمينج تيوب. فلو قلت لكم وين البيتوت تيوب الاصلي، حتقولوا لي الداخلي هذا. يعني هذا في النهايه بيقيس البريشر عند مين؟ عند النقطه واحد اللي هي الاستاجنيشن بريشر. هنا واحد مش هي اثنين، هنا واحد هي الاستاجنيشن بوينت. وفي تيوب خارجي مسكر من قدام هيو، محيطي، يعني تيوب خارجي محيطي، في فتحات جانبية أكثر من فتحة، ممكن يكونوا 6 7 8، تمام. إيش مالهم هدول؟ لا يواجهوا الانكمينج سترين، فهدول بيقيسوا الضغط العادي، تمام. يعني هذا في النهاية كله وين بروح؟ بروح هنا بقيس إيش؟ الضغط اللي نسميناه ستاتيك بريشر، تمام. فلو حطينا هنا مثلا بيزوميتر وهنا علينا وقسنا هنا الضغط وقسنا هنا الضغط، أو ربطناهم بالديفرنشال تيوب مانوميتر او اي شيء، فبقدر اعرف الضغط، فرق الضغط بين بي 1 ناقص بي 2، واطبق برنولي ايكويشن بين 1 و2 بحيث انه نطلع الفيلوسيتي زي ما عملنا قبل شوي. اذا هذا 2 في 1، الداخلي بيقيس الاستجنيشن بريشر، والخارجي في فتحات جانبيه لا تواجه الانكمينج ستيم بتقيس الضغط الحواليني، الحوالين هذا، الحوالين النقطه هذه العاديه اللي هو الاستاتيك، اللي مصطلح عليه انه هو الاستاتيك بريشر، تمام. اذا مره ثانيه، احنا البيتوت تيوب هو عباره عن تيوب على شكل حرف ال بنحط بحيث يواجه الانكمينج ستيم، ممكن يستخدم لقياس الفيلوسيتي اوف ستريم، تمام.
بسهولة في الأوبن شانل ممكن إحنا نحطه، بحيث لو عرفت مقدار الأتش أنا بقدر أطلع مقدار السرعة الأصلية عند النقطة A، تمام. وممكن نستخدمه في البايبس إما بهذا الشكل أو هذا الشكل أو هذا الشكل، تمام، لقياس الفيلوسيتي الأصلية للستريم لاين اللي حط عنده البيتود تيوب. طيب ايش بقول لي في النهايه؟ كل المعادلات اللي شفناها، سواء هذه المعادله او المعادله اللي بعديها اللي هي بتقول اتش 2 ناقص اتش 1، او المعادله اللي فيها رو مانوميتر ورو واتش، كل المعادلات هذه ايش مالها؟ كلها ثيوريتيكال، تمام، تحتاج كاليبريشن بحيث انه نحولها لترو فيلوسيتي، تمام، من خلال اني اضربها في كوفيشنت اوف انسترومنت، تمام، سي، بحيث انه لما اضربها بالسي بيطلع الفيلوسيتي هنا بتعطيني الاكتوال فيلوسيتي، تمام. بقول لي هنا فور اكزامبل سي يساوي واحد لو احنا استخدمنا البيتود ستاتيك تيوب اللي هو الاخر واحد وكان رينولد نمبر فوق ال 3000، تمام. هيك تقريبا انا بخلص محاضرتي اليوم، ان شاء الله بنشوفكم المره الجايه. طبعا بس هنا قبل ما احنا نروح على نخلص المحاضره، بيقول لي البيتود او بيتود ستاتيك تيوب بيعطيني الفيلوسيتي عند النقطة اللي بنحطه عليها، وبالتالي هو بجيبش الافريج فيلوسيتي ولا بجيب الاوفر اول ديسشارج، تمام، يعني بده شغل عشان يجيب الاوفر اول ديسشارج. بضطر نقسم لشرائح كل شريحة، اعرف قديش السرعة المتوسطة فيها، اضرب في الاريا، بعدين بجمع الفلو عبر الشرائح كله عشان اجيب الاوفر اول ديسشارج، وممكن بعدين نقسم الاوفر اول ديسشارج على المساحة نقدر نجيب الافريج فيلوسيتي. اذا هو من عيوبه انه هو بيعطينيش الاوفر اول ديسشارج، هو بيعطيني سرعه النقطه اللي احنا بنحطه عندها. تاني مشكله انه ممكن هو بنحط بحيث يواجه الانكمينج ستريم، فلو كان الانكمينج ستريم هذا فيه شوائب، فيه رواسب، فيه رمال، ايش ماله؟ اللي بتروح هذه الحبه هذه الشوائب بتسكر الفتحه، اذا سكر الفتحه ببطئ نقدر نستخدمه لقياس الفيلوسيتي. هيك انا بكون خلصت محاضرتي، الله يعطيكم العافيه. المره الجايه بنبدا في السكشن اللي بعديه اللي هو سكشن 6 9، تمام.